السلام عليكم يا شباب، عدت لكم بحلقة جديدة من تختيم جي تي اي 5 بالنظرة الأولى. لقد جئنا إلى هنا لمكان السينما وتكلمنا مع ذلك الشخص. الآن سأخذ سيارة من هذه السيارات رغم أنها ليست ملكي، لكنني سأخذها لأنني أستطيع. وهي لكي نذهب إلى أين سنذهب الآن؟ عندنا مهمة هنا، ديفن. واو، علينا الالتقاء بديفن. حسنا سنذهب الآن. علي الهروب من رجال الشرطة. لقد اقتربنا من الوصول للمكان. تذكرت هنا فإننا سنقوم بتعريف ديفن ويستن على فرانكلين. تذكرت هذا المكان لأن ديفن ويستن هو الشخص الذي يقوم ببناء هذه الأشياء. لا أعلم هل يريد بناء مصنع ما. واو، تريفر كذلك هناك. أوه مولي. جيد، ما الذي يجب علينا فعله الآن يا ديفن ويستن؟ ديفن ويستن هو الشخص الذي يقوم ببناء هذه الأشياء، لهذا السبب هذه المشاريع لم تكتمل، لأننا في آخر لعبة جي تي اي 5 قمنا بقتل ديفن ويستن، وهذا هو سبب عدم تتمة هذه المشاريع في سان أندرياس. هذه هي السكرتيرة الخاصة بويستن، إذا كنتم تتذكروها يا أصدقاء. ما الذي يجب علينا فعله الآن؟ دخلنا في مشاكل عويصة جدا مع ديفن ويستن. ماي لاكي بريك ديفن ويستن. الاستغلال ستستغلنا. أريد تلك البوغاتي الخاصة بك يا ديفن ويستن. تعال أريد سيارتك. قد ذهب، تأخذ هذه السيارة. المهم ما يلكي نذهب. علي الذهاب الآن للغاز ستيشن. ما الذي سنفعل في الغاز ستيشن؟ صراحة لقد نسيت شيء الذي يجب علينا فعله في هذه المهمة. المهم عندما سأصل للغاز ستيشن سأعود لكم. ها أنا ذا أتصل بمايكل. ما الذي سيقول له؟ هاي فهمت. تذكرت هذه المهمة بعدما تكلم معي مايكل. الآن ديفن ويستن أعطاني هذه السيارة لكي أشارك في سباق ضد أحد الأشخاص، وبهذه الطريقة فإنهم سيسرعون ومايكل وتريفر سيرتدون زي الشرطة وسيستطيعون الإمساك بهم لكي نقوم بسرقة سيارتهم. وهاهم، لقد وصلت. لاحظتم هؤلاء الأشخاص عندهم سيارات رائعة. هنا فإن فرانكلين سيتكلم معهم وسيقول لهم سياراتكم فهي سيئة جدا، هيا لكي نتسابق. وسنتسابق معهم يا أصدقاء. يا سلام، خدعناهم لكي نتسابق. واو، هذا الشخص عنده الانتيتي اكس اف، الشخص الثاني عنده تشيتا. سيارتهم فهي سريعة جدا، لكنني سأسبقهم وسأسبقهم بالفيرست بيرسون. أول مرة سأشارك في سباق بالفيرست بيرسون في لعبة جي تي اي 5، لذلك اعذروني إذا أخطأت، لكن إن شاء الله لن أخطئ. هو صاحب تشيتا. مروا بين الشاحنات. أنا قادم لكم. Let's go. To activate Franklin. نعم، لقد عرفت. يجب علي استعماله الآن إذا كنت أريد تشغيل في السياقة. جيد. Let's go. ممتاز. مروا. هؤلاء الأشخاص فإنهم خطيرون، يستطيعون كذلك مراوغة السيارات بطريقة رهيبة. جيد، جميل. رغم أن سياراتهم فإنها أسرع بكثير من سيارتي، لكنني لا زلت لاحق بهم. سلام، سأمر مرة أخرى على اليمين. جيد. اقتربت، أنا أسبقهم. كذلك قمنا برفع السكين الخاصة بالسياقة عند فرانكلين، أصبحت 80%. يا سلام. جيد. أسرع. لا أستطيع يا أصدقاء سبقهم. أنا الآن ضاغط كثيرا والمحرك فإنه ممتلئ. صاحب سيارة شيتا لقد سبقته. ممتاز، صاحب سيارة الانتيتي سبقته الآن. جيد. في هذه اللحظة استطعت سبقهم. نحن دايبون 110 كيلومتر في الساعة. اقتربنا من الوصول عند مايكل. نعم اقتربنا. ما الذي حدث؟ لماذا انخفضت السرعة؟ هم جيد. مايكل وتريفر ارتدوا زي الشرطة. لقد تحولت الآن لمايكل. جيد، علي لحق بهم. توقفوا هيا، اسرعوا هيا، انزلوا من الطريق. لاحظوا معي تريفر. قف. Let's go. اين ذهب تريفر؟ انا كذلك قادم عندك يا تريفر لكي الحق بك. تريفر فإنه مجنون. هناك شخص مر من هذه المنطقة علينا اللحاق به. من هو؟ صاحب الانتيتي ام صاحب تشيتا؟ يحاولون الهروب منا لكننا قادمون. لن تستطيعوا الهروب لأي مكان، معكم رجال الشرطة. رجال الشرطة معكم الآن. سيتوقفون في أي لحظة. Don't worry يا تريفر. ممتاز. أدخل للطريق الآخر كي لا أموت. أينهم؟ هم موجودون أمامنا. لقد بدأوا يا أصدقاء في تخفيض السرعة. أحسن العمل. يتوقفون في أي لحظة الآن.
جاي جاي جاي، توقفوا توقفوا، احسنت يا تريفر، الحق بي من تريفر. بول اوفر بول اوفر، قفوا في جانب الطريق، قفوا في جانب الطريق، قال انا قتلكم. ممتاز ممتاز، لقد بداوا في الوقوف. جاي جاي، بداوا في تخفيض السرعه كما كان، احسن العمل. انزل انزل عندهم، لماذا تسرعون؟ سنقوم باخذ سياراتكم للامباوند. اندر ليميت، لقد كنت تسرع كثيرا، سرعتك وصلت لاكثر من 120 كيلومتر في الساعه. هيا انزل انزل، ممتاز. ما الذي سيفعله تريفر؟ هيا اخرج من السياره، اسرع، هيا اخرج من السياره، لا تريد الخروج سندمره. ممتاز، سنأخذ سيارتهم الآن. الشيء الذي سأفعله أنني سأقوم بسياقة سيارة الإنت تي لكي أفوز، لن أغير لا لفرانكلين ولا لتريفر، أريد صراحة سياقة سيارة الإنت تي. أو تريفر، تريفر جاي ورائي. الآن سنقوم بسباق من سيصل الأول للمكان، وها نحن دا نتصل بمولي. نعم هذا هو رقم مولي. المهم لقد تكلمنا مع مولي الآن، قلنا له بأننا سنلتقي في ذلك المكان، ولكن لا يكون الفيديو طويل كثيرا، أنا متأكد بأنني سأسبق في هذا السباق، لا تقلقوا يا أصدقاء، عندما سنصل للمكان سأعود لكم. وها قد وصلنا للمكان، وكما قلت لكم سأفوز، وها قد فزت، رغم أنني صراحة قمت بخدش السيارة قليلا، لكن لا يهم الأمر. المهم ها قد وصلت. هيا أعطينا المال، نحتاج للمال، قمنا بعمل هذه المهمة لكي نحصل على المال. هيا هذا أوردر واز فور 5 كارز، علينا إحضار 5 سيارات، قمنا بإحضار سيارتين فقط لإنت تي وتشيتا. تريفر يريد تدميرها لأنها لم يدفع لنا المال. نحتاج زي تايب تقريبا. شركة روكستار جيمز الشيء الذي فعلته هي أنها قامت بأخذ هذه المشاريع الموجودة في جتاي العادية وطبقتها في جتاي 5، لذلك عندنا في جتاي 5 مشاريع خاصة بسرقة سيارات إلى آخره، مثل هذه المشاريع التي قمنا بفعلها لديفن ويست. لو لم تموت مولي في جتاي 5 العادية، أكيد أنا متأكد بأن شركة روكستار جيمز كانت ستظهرها لنا في جتاي أونلاين لكي نقوم بتلك الأعمال لها. وقمنا بالمهمة بالمجان، لم يدفع لنا ديفن ويست ولا سانتيم. وها هي مهمة جديدة ظهرت في الخريطة خاصة بديفن ويستن كذلك، لكنها ظهرت رسالة. ماذا قالت لي؟ انتظروا انتظروا. فرانكلين you ain't been home, I got worried thought about calling. لقد قالت لي بأنها خافت علي لأنني لم أعد للمنزل لكي أنام، لكنها اكتشفت بأن أصبح عندي منزل في الفاينوود هيلز، وقالت لو قلت مع السلامة لكان هذا الأمر جيدا منك، لكن مع الأسف لم أقل لها مع السلامة ولا أي شيء. والرسالة طويلة جدا لن أقرأها كلها. عمت فرانكلين خافت، اعتقدت بأن فرانكلين اختفى لكن لم يختفي. الآن سنذهب عند ديفن ويستن، المكان ليس بعيد كثيرا، تقريبا 2 كيلومتر. المهم عندما سأصل هناك سأعود لكم. وها قد وصلت عند ديفن ويست للمنطقة، هذه هي المنطقة التي جئنا لها لكي نقوم بعملية الـ FIB. أين هو؟ هذا صوت تريفر. تريفر جاء، وجاء في هليكوبتر الشرطة. حسنا سنغير له. كيف استطاع سرقة هليكوبتر الشرطة؟ سأستطيع استعمال الكاميرا الخاصة بالـ SPD. أعتقد بأنني أتذكر هذه المهمة جيدا، يجب علينا البحث عن أحد الأشخاص، لذلك يجب علينا استعمال هليكوبتر الـ SPD لكي نستعمل السكانر ونتعرف على ذلك الشخص. نعم نعم فرانكلين، ها هو فرانكلين بالأزرق كما تلاحظون، أستطيع عمل الزوم عليه، وفي إمكاني يجب علي الاقتراب أوت أوف رانج. سكانين، ممتاز ممتاز، سكانين سكانين سكانين. فرانكلين كلينتون، هل لاحظتم؟ هذه التكنولوجيا صراحة فإنها رهيبة جدا، موجودة عند الشرطة، في إمكانهم التعرف عليكم من السماء، حتى وإذا كنتم في الأرض فإن في إمكانهم التعرف عليكم. فرانكلين لقد أخذ سيارته وتحرك، لا أستطيع رؤيته. بالنسبة لتريفر فإنه ذاهب الآن للتارجيتس، لكي لا يكون الفيديو طويل كثيرا، عندما سأصل للتارجيتس سأعود لكم. اسم الشخص هو تشاد موليجي. جيد جيد، لقد عرفنا الآن اسم الشخص، ما عليه فعله فقط هو عمل سكان لكي نكتشف هذا الشخص. لقد وصلت عند الشخص الأول، أستطيع الضغط كليك يمين لكي أستمع ماذا يقولون، لكنني سأعمل لاسكان، ليس هو هذا، هذا اسمه نيلسون ستروزر. سأأتي الآن عند هذا الشخص، نعم هؤلاء الأشخاص فإنهم يتعاركون، يتعاركون من أجل تلك الآنسة. ماذا يفعل؟ أعتقد هو مع حبيبته، لقد قام بعناقها وذهب. ولقد ذهب، ممتاز ممتاز. ظهر هذا الكلب شاب، هذا هو كلبه، قام بالنباح عليه لكن لم يهجم عليه، لقد دار لكي يشاهد ذلك الكلب. لقد ذهب، نبح عليه ذلك الكلب لكنه لم يفعل اي شيء.
ذهب جيد جيد. او اختفى عن الانظار، لقد اختفى عن الانظار. انا اتوقع بان سيخرج في مكان ما هنا، من الممكن ان سيخرج يا اما هنا يا اما في المكان الاخر. ها هو جيد جيد، رايته سسبكت الان فانه يتحرك. ماذا يفعل هذا الشخص؟ هذا الشخص فانه نائم. انا اتوقع بان هذا الشخص هو صاحب تلك السياره. نعم ها هو لقد فتح الكراج وسنقوم بسرقه تلك السياره منه. ها هو فرانكلين لقد جاء. ممتاز ممتاز، احسنت يا فرانكلين. اهجوم. او فرانكلين سيدمره. لاحظوا ذهب دخل، ركب في السياره سيهرب. نعم ها هو هرب، هرب في سيارته الزي تايب. هذه السياره فاننا نحتاجها لكي نكمل المهمه. دونت وري دونت وري، ها هو ذاهب ذاهب. يجب علي ابقاء انظاري في هذا الشخص، لانني اذا ابعدت انظاري عنه فاننا سنفشل في المهمه. هذا الشخص فانه يذهب نارت. ممتاز الحق به، احسنت. ها هو فرانكلين جاي. ها هو مار لقد انزلق، دار هنا على اليمين. الحق به يا فرانكلين، احسنت. انزلق مره اخرى. ها هو لقد مر من هذا الشارع. اوكي اوكي ممتاز، ها هو فرانكلين. فرانكلين لاحق به، احسنت يا فرانكلين. اقترب من فرانكلين، جيد. ذهب على اليسار يا فرانكلين، انت رائع جدا في السياقه، الحق به. هو ذاهب ويس الان. ها هو فرانكلين، احسنت. دور دور دور. ها هو لقد ذهب من هنا، دخل لهذا الباركينغ، قد اختفى. دخل لهذا الباركينغ واختفى. هل تتذكرون هذا الباركينغ لات؟ هنا قمنا باغتيال ذلك الشخص في هذا الاوتيل، وها هو الباركينغ لات. ممتاز، اين انت؟ ها هو فرانكلين لقد تبعه، لحق به. الان اتوقع بان علينا النزول. نعم ها هو تريفر فانه سينزل. الان علينا ضبط مكانه بالضبط. نستطيع الان استعمال التيرمال فيجن. جيد، ها هو. ها هو 100% هو هذا الشخص. هذا الشخص فانه جالس. هذا الشخص وسط من سيارته ويقوم بتدوير رأسه كأنه خائف. أنا أتوقع بأنه هو هذا الشخص، 100% هو هذا الشخص المختبئ، لأنه يقوم بتدوير رأسه كأنه خائف. ممتاز لقد حولونا. نعم هو أنا. هيا انزل، أريد سيارتك فقط. أوكي هيا تحرك. ممتاز مع السلامة، see you later. لم أقتله مسكين. سلاحظوا لاحظوا الزيت تايب، سيارات الزيت تايب فإنها رهيبة جدا. المهم سأقوم بأخذها للمطار، عندما سنصل للمطار سأعود لكم. ها قد وصلنا لمدخل المطار، جيد. الباب فإنه مفتوح لكنني توقفت أوتوماتيكيا. أوكي ها هو فتح لنا الباب. الهانغار الخاص بديفن ويستن هو هذا الهانغار الكبير الموجود على اليسار. أهلا كيف حالكم؟ ها قد وصلت. ما رأيك يا ديفن ويست؟ عجبتك سيارة زي تايب؟ قال لنا كم تعرف كم عدد السيارات التي يتم صناعتها من هذا النوع؟ فأجاب فرانكلين 10، وأجابه ديفن ويست عندك حق، 10، يعني هاته السيارات فإن نوعيتها نادرة جدا، لذلك فإن ثمنها غالي. واو ذوز تو كلاونز، لقد سماهم مهرجين، سمى تريفر ومايكل مهرجين. لهذا السبب جاء عندنا في المهمة الأخيرة وقال لنا اختار يا إما قتل مايكل يا إما قتل تريفر، لكننا سنختار قتلك وتدميرك يا ديفن ويست. وبهذه الطريقة سنكون قد أنهينا الفيديو الخاص باليوم وحلقة اليوم. هل سيطيرون؟ لا أعلم، قالوا لي بأن يجب علي الخروج، لا يريدون مني رؤية ما الذي سيحدث. نعم لا يريدون من رؤية ما الذي سيحدث. المهم سأنهي حلقة اليوم هنا، أتمنى أنها أعجبتكم. إذا أعجبتكم فلا تنسوا قم بدعمنا بالضغط على زر لايك وانشروا الفيديو كذلك مع أصدقائكم. استودعكم الله الذي لا صديق ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.